هناك أولا تشريعات في المجال التي تؤطر التدخل في المجال الاجتماعي، هناك برامج واستراتيجيات التي توفر خدمات، هناك صناديق وحديثات في إطار الاستهداف المباشر لمختلف الفئات، وهناك كذلك ورش كبير للحماية الاجتماعية الذي سيتوج بالسجل الاجتماعي الموحد والذي ستدمج فيه كل البرامج الجارية حتى نحقق الالتقائية، الحكم المطلوبة، ويكون الأثر المطلوب على المستهدفين. وهذه هي غايتنا من هذا الورش، ورش الاستهداف في إطار الحماية الاجتماعية. هناك طبعا الخدمات العمومية والتي تبدو بارزة من ما يقوم به اليوم المغرب أو يراهن عليه من استثمار عمومي، من تسخير ميزانيات هائلة لفائدة البنيات التحتية ومختلف الخدمات. وهذا كل شيء هو في الواقع مجهود الدولة لصالح المواطنين لتقليص الفجوات، كذلك لتقليص التفاوتات المجالية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، للتمكين جميع المواطنين والمواطنات. والحمد لله هناك نتائج ملموسة، وطبعا المجال الاجتماعي يحتاج إلى استمرارية في العمل، ويحتاج إلى مزيد من الاستهداف، ويحتاج إلى أن نصل إلى النقط البعيدة حتى يتساوى المواطنون والمواطنات من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.